السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ايه الاخبار؟ ان شاء الله في الفيديو دوت هنزل معاكم اكليبس واسطبه، وهقول لكم ازاي نقدر نعمل امبورت للاكواد بتاعه اللاب ونشتغل عليها. طيب لو حد برضو عنده مشكله او الاكليبس كان بيطلع عنده ايرورز، فان شاء الله هنحلها برضو في الفيديو ده. طيب اول حاجه، الدكتور كان حاطط لينك في المحاضره الاولى دوت، لينك تحميل الاكليبس. ان شاء الله هحطه لكم تحت برضو في الديسكريبشن لو حد لسه ما حملوش. هو هينزل لك زيب فايل. هتاخد انت الزيب فايل دوت وهتكريت مثلا فولدر عندك في السي، لازم تحطه في السي عشان يشتغل. هتسميه مثلا وليكن اكليبس، تمام؟ هو ده الزيب فايل اللي هيطلع لك، انت هتحطه هنا وبعد كده تعمله اكستراكت، تمام؟ طيب ايه هو الفايل اللي هنرنه هنا؟ هترن الاف او اس اكليبس دوت بات. لو مش ظاهر عندك دوت بات عادي، انت بس مش مفعل ان الاكستنشن يظهر، فهترن الاف او اس اكليبس، تمام؟ تعالوا كده نفتح اكليبس دلوقتي. طيب اول ما تفتح اكليبس، علشان انا ده كنت فاتحه قبل كده، انت لو انت اول مره تفتحه هتلاقي فيه صفحه كده بيقول لك اوفر فيو عن الابليكيشن وكده، فانت ممكن تعمل الصفحه دي سكيب عادي. دلوقتي بقى احنا عايزين نعمل بروجكت، سي بروجكت كده، نتاكد بس ان الابليكيشن شغال كويس، نتاكد بس ان الاكليبس شغال كويس. فهنروح على فايل وبعد كده نيو سي بروجكت، هنسميه اي حاجه وليكن هالو وورلد. هنا في البروجكت تايب اختار هالو وورلد بحيث ان هو يعمل لك التمبلت جاهز، وفي التول تشينز اختار تاني واحده، وبعد كده اعمل فينيش. طيب هتلاقي هو هنا كتب لك الكود بتاع هالو وورلد. اول خطوه علشان ترن البروجكت بتاعك لازم تعمل بيلد الاول للبروجكت، فهنا كليك يمين على اسم البروجكت وبعد كده بيلد، تمام؟ عمل بيلد، تبتدي بقى ان انت تعمل رن من فوق هنا، تمام؟ عمل رن وطبعا على اللور ليد، يبقى انت كده تمام والابلكيشن شغال معاك كويس. طيب يا شباب، الخطوه الجايه اننا ازاي نعمل امبورت لاكواد اللاب علشان تظهر هنا عندنا في الاكليبس ونشتغل عليها. طيب هتروح هنا عند فايل وبعد كده سويتش ورك سبيس، وبعد كده تختار اذر، تمام؟ هتمسح دوت وهتحط الكود اللي انا هسيبه لك تحت في الديسكريبشن دوت، وهتحط الكود دوت اللي هو دوت دوت سلاش اف او اس كودز، تمام؟ بعد كده تدوس اوك، هتلاقي الابليكيشن قفل معاك وهيفتح تاني، تمام يا شباب؟ هنلاقيه فتح معانا تاني اهو. طيب انا عشان كنت فاتحه قبل كده فالكود ظاهر هنا عندي اوريدي. انت بقى لو انت لسه اول مره تفتحه، فانت هتدوس هنا على الاف او اس لابس تمبلت، وبعد كده على الكيرن. من الكيرن هتدوس على الكوماند برومت دوت سي دبل كليك، هتلاقي الفايل دوت طلع لك هنا كده، وتبتدي بقى ان انت تشتغل عليه. طيب لو حد بقى شويه كان محمل البرنامج قبل كده وكان فيه بيطلع ايرورز او كده، لو انت كنت حاطه مثلا في فولدر غير فولدر السي، فلا امسحه خالص من الفولدر اللي انت كنت حاطه فيه، وارجع سطبه في السي من اول وجديد. يعني روح هات الزيب فايل حطه في السي زي ما وريتك في اول الفيديو كده، وابتدي ايه سطبه وهو جوه السي. طيب ازاي بقى نبتدي نرن البروجكت دوت؟ اول حاجه، علشان هنا في كذا تمبلت، فمفروض هندوس على السهم اللي جنب ران دوت وتختار اف او اس لاب تمبلت ران، ندوس عليه كده، تمام يا شباب؟ هو كده فتح اهوت الاو اس معانا. ممكن مثلا نتاكد ان هو شغال، ف نكتب الكوماند بهلب، تمام؟ اشتغل، يبقى انت كده تمام الابليكيشن شغال معاك. لو عايز بقى تقفله ببساطة عادي، ممكن تقفل الكونسول دوت بس كده. بس كنت حابب اخد رأيكم في حاجة، انا كنت بفكر ان انا اشرح لابات الاو اس، فلو انتوا حابين عرفوني برضو، وان شاء الله لو لقيت يعني في اقبال على الموضوع دوت ربنا يكرمني، ان شاء الله اقدر ان انا اعمل لكم حاجة زي كده يعني. بس كده يا شباب، ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام.